ايه. بس انا هقول لك تتجوزي وتعيشي جنب الراجل اللي بتحبيه ولو ساعه واحده احسن 100 مره من انك تعيشي جنب راجل سنين وهو مش حاسس بيك. ناس ما تعرفش لما الست بتحب وتحط حاجه في دماغها بتبقى عنيده قد ايه، وممكن تكون مش منطقيه كمان. مش للدرجه دي. انت فاكره الناس هتقول عليكي ايه لما تتجوزي مجدي؟ مجنونه رايحه تتجوز واحد ممكن يموت منها في اي لحظه. عندك حق. بس انا هقول لك بقى، حبي وعيشي. انت ممكن تعيشي لحظه واحده صح تخليكي راضيه عن عمرك كله. واوعي تفتكري الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا زمان. زي ايه؟ خدي اللي بيحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. اتجوزي قبل ما القطر يفوتك. كل الكلام ده بيجيب ورا. الدنيا حلوه وكبيره ومليانه فرص. هي البت سمر فين؟ سمر، سمر مالك؟ انت بتعيطي ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا متضايقه من نفسي قوي يا كمال. ليه يا حبيبتي؟ عملتي حاجه ضايقت حد ولا حد هو اللي زعلك في الشغل؟ لا لا. ايه؟ انا بحب. كل ده عشان بتحبي؟ طب ما انا بحب. ده حلو قوي. انا بحب. بتحبي مين؟ استاذ علاء. استاذ علاء ابو صاحبتك؟ ليه؟ انت مجنونه؟ كاملي انا مش ناقصه ومش لاقي حد اتكلم معاه. مالكوا في ايه؟ اسكتي شويه وانت مع الكلام هتفهمي. هو عرف؟ هو اللي جاي قال لي الاول وبعدين انا اللي ابتديت احس بده. يعني ايه انا مش فاهمه؟ والله العظيم انا كمان مش فاهمه ازاي ده حصل. انا حاولت اهرب منه بكل الطرق وقلت له اكتر من مره انه يرجع لمراته بس هو مصمم لا. وبعدين جاي قال لي النهارده انه بيحبني. مين اللي بيحبها؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ايه ده؟ ما احنا مش هنخلص غير لما تعرف. الاستاذ علاء يا ستي صاحب الشغل بيحب اختك. ها يبقى ما تروحش الشغل تاني. لا انا لازم انزل الشغل ده مهم قوي بالنسبه لي. يبقى قطعي الموضوع ده واخلصي منه. يا بنت بتقول لك بتحبه. الله اسكتي شويه. ما هو ده هبل بقى. وحبك بقى لمجدي ده مش هبل؟ لا طبعا مش هبل. وكاميليا واحمد ده ايه؟ يوه بقى ايه علاقه كاميليا دلوقتي بالموضوع؟ كل شويه نحط كاميليا في جمله مفيده. ما هو كل واحد فيكم عايش حاله شايف نفسه فيها الصح والباقي كله غلط. تقدري تقولي لي يا كاميليا ايه الصح في علاقه نجله بمجدي؟ ولا حاجه. يبقى انت مش فاهمه اي حاجه خالص. على فكره انا مريضه وهو مريض. هو متقبلني وانا كمان متقبلاه. اللي عنده ده محدش هيحس بيه غيري، وكمان اللي عندي ده محدش هيفهم صعوبته غيره. يمكن لو ما كانش مريض ما كانش قرب لي وكان هيرب بقى زي غيره لما عرف. هو انا مش متضايقه من ده، انا بس مبسوطه ان انا لقيت حد احس معاه واعيش معاه اللي انا كنت عايزه احسه. يعني واللي يحصل بقى بعدين مش مشكله. انا هقوم اعمل شاي. وانا كمان زيها. لا يا سمر انتي مش زيها. مجدي من دور نجلاء. يمكن تكون ظروفهم صعب لكن الظروف دي هي اللي جمعته. انتي بقى
رايحه تحبي واحد اكبر منك في السن وقد ابوكي، وما تنسيش ان صاحبتك دي هي اللي جابت لك الشغل. فاهمه انا بقصد ايه؟ واخده بالك؟ لا مش واخده بالي، لان المشكله اصلا مش كده. ايه المشكله انه يبقى قد بابا؟ مش انت يا كاميليا قلتي لي ان لو رجع بيك الزمن هتتجوزي الشخص اللي انت بتحبيه؟ طب ليه قلتي لي كده يا كاميليا ليه؟ طب انا ممكن ابعد واعمل نفسي كأن الحكايه دي ما كانتش موجوده وانسى، وبعدين اروح اتجوز واحد تاني. ما انت عارفه انه قلبي مش هيقدر ينسى. انت بتتكلمي عن واحد كأنك بتحبيه بقالك 15 سنين، في ايه؟ لا الحقيقه مش كده، بس انا كل حاجه نفسي فيها شايفاها فيه. انا مش هنكر ان انا ساعات بقعد اقنع نفسي وبقول ايه اللي انا بعمله ده، ايه اللي انا بفكر فيه ده، بس بلاقي نفسي تاني يوم رايحه له ببقى مستنيه انه يجي يصبح عليا، يسلم عليا، يتكلم معايا. ممكن اطلب منك طلب؟ ما تقوليليش ما تروحيش الشغل لاني هروح. عايزاكي تاخدي هدنة فترة تفكري مع نفسك، بس اقفي قدام المراية تخيلي روحك معاه بعد 15 سنين جواز هيبقى شكلك ايه؟ تخيلي نفسك ماشية معاه في الشارع قدام الناس قدام صحابك. بلاش ده كله، هتقدري تتحملي الناس وهي بتتهم بانك خربتي بيتهم؟ طب انا هعمل ايه؟ انا ما اقدرش امنعك انك تروحي الشغل، ولو صحيت الصبح ولقيتك روحتي برضو مش هقدر اعمل حاجه، لكن ارجوكي كل مره تشوفي فكري في اللي انا قلته لك، وما تنسيش ابدا انه اتجوز وخلف وعاش حياته كلها، وانتي ممكن تكوني تجربه وتعدي وتخلص. فاهماني؟ ويبقى الحب ذلك اللغز الذي لم يعد تعرفه ولم تعد تستطيع أن تعيشه. إنها حتى الآن بين أن تعيش حباً يمنحها الحياة وبين أن تبتعد لتوهب غيرها الفرصة الأخيرة. وبعدين بقى عشان اول ما تصحي تلاقيها ان من يمنح الفرصه للاخر يعطي له حياه جديده، ومن يعطي الحياة لمن ينافسه في الحب وكأنما وهب الدنيا وما فيها. وعلى فكرة الرواية حلوة قوي يا سمر. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. انا بعتذر جدا، ميعاد الصبح يعني كان مستعجل، كان عندي ميعاد للاسف ما قدرتش اقعد زياده يعني. اتفضل اقعد. انا برضو استغربت ان السكرتارية بتاعتك اتصلت هنا في المكتب وطلبوا ميعاد تاني في نفس اليوم. انا كنت متاكد انك مش هترفض. تشرب ايه؟ لا خالص، انا جاي عشان اعزمك على العشاء.
ومنها يبقى عيش وملح ومنها نتكلم شوية مع بعض. أنا ما عنديش مشكلة، ننزل نتعشى في أي مكان، بس لازم تشرب حاجة الأول. ماشي، أخد شاي. سكرك إيه؟ لا من غير سكر خالص. برافو، هات يا ابني 2 شاي. يلا على طول. برافو عليك، السكر ده أصله حاجة سيئة جدا، والمفروض الواحد بعد الـ30 بصراحة يمنعه خالص. عندك حق، وخصوصا إنه غالي كمان اليومين دول. أيوه. بص بقى يا أبو حميد، أنا قابلتك النهاردة عشان حاجتين. الحاجة الأولى تخص الآنسة مروة. مروة؟ أيوه. بصراحة مش عاجبني شغلها مع مدحت، يعني مكانتها هناك مش عاجباني، لو جت هنا أكيد هتاخد فرصة أحسن، وأنت أكيد هتأثر عليها. الحاجة التانية؟ الحاجة التانية إن أنا عايز أقولك إن أنا عايش الأيام دي في حالة كده من حالات البيات الشتوي. بيات شتوي؟ ليه كده وجه بيه؟ يعني مش عايز أي حاجة تلطني، وأديك شايف الأجواء العامة مش مظبوطة، مش عايز أخش في مشاكل مش محسوبة، أي خطوة دلوقتي مش محسوبة ممكن تأذيني في شغلي، وأنت ما تعرفش أنا تعبت قد إيه وعانيت عشان أوصل للمكانة اللي أنا فيها دي. لا بس يعني هو اللي أنا طالبه من حضرتك ملوش أي